مع احترامي للفنانات كاملين كيميزني انا خدمت مع الناس كبار ديال العيطه وخدمت مع فنانين كبار وكاين انا حتى هادشي اللي طلع دابا انا كبر منه لا في الحرفه ولا في السن ولا في سميتو وهذا كيشرفني وكيعطيني بزاف ديال الحوايج انا عارفاهم. بديت الفن بصح بديتو قبل بكري شويه وحبست على قبل العائله، كان عندي ظروف ديال العائله اني ربيت وليداتي كنت مجوجه وجلست وصافي من بعد وقعوا خاصني نبان الساحه ملي جلست وخاصني نبان الساحه. بالنسبه للعائله راه عرفتي بحال الناس كاع كاملين، كاين اللي غيقبل كاين اللي ما غاديش يقبل، ولكن انا كان رايي الشخصي كيحترموني كلهم، عارفيني اش كندير وانا عارفه اش كندير، تندير واحد الحاجه اللي انا مقتنعه بها، ماشي كنغلط، ماشي تندير شي اغلاط اللي خايبين ولا شي حاجه اللي خايبه، وهذا هو المهم وما خصش تتلقاي اللي يقبل وكتلقاي اللي ما يقبل، ولكن الراي تيبقى ليا انا رايي هذا، ولا تندير واحد الحاجه بلا انا مقتنعه بها. المواصفات اللي خاصها تكون في فنانه شيخه، انا كنسميها فنانه شيخه، خاصهم يكونوا بزاف، خاصها تكون دارسه الحرفه شويه وتكون دازت معاه، لما دازت راه كاين دابا كاين شيء جديد وكاين عطى الله ما يتغنى وكاين عطى، ومن فوق هادشي كامل وكاين الاحترام، شويه احترام من راسو الانسان شويه صافي، هذا اللي كاين. لا ماشي اختاريت ستاتي ولا اختارني، جات انا قلت ليه الفكره، ستاتي كنعرفو فنان كبير، هذا شرف ليا انني نكون معاه، كنعرفو قبل من هذا الفيديو كليب وحصل انني خدمت معاه قبل. جات الفكره حتى هو عجباتو، جات فكره من عند واحد المديره الفنيه ديال البلاصه اللي خدمه فيها هنايا في الوطن اللي خدامه فيها هنايا، جات فكره من عندها هي السميه ديالتها ومشات، بقات هكاك الناس يقولوا زازا، بقات زازا اسم فني. خدمت مع ستاتي فعلا في كازا، وخدمت مع ايمان هي الاولى، من بعد جيت انا لكازا، كانت علاقه على ايمان صديقه ديالي وحبيبتي من الطفوله، ماشي يلاه علاقه مزيانه الحمد لله لحد الان، علاقتنا اختي هذيك وحبيبتي ماشي شي وحده، وستاتي ديما تيبقى فنان كبير بالنسبه لي استاذ ديالي.